نقترب شيئا فشيئا من لحظة الحقيقة. كل المناورات والتكتيكات السياسية ستنتهي. مرة يكون التعويل على العامل الخارجي، ومرة ترمى الكرة في مرمى القضاء، ومرات يكون الصمت والسكوت تعبيرا عن موقف ما أو مناورة لكسب المزيد من الثقة. اليوم المشهد السياسي مشهد يقترب من لحظة الحقيقة. شلون وين ويا من نتحالف، وشلون نشكل الحكومة، وشلون راح تنجح هذه الحكومة؟ هاي الأسئلة مسيطرة على الساسة في كل الساحات. انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب أو انتخاب رئيس الجمهورية هذا شيء، وتكليف رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة شيء آخر. ممكن بالأولى والثانية يسمح بفرض الإيرادات لأن المصلحة العامة متحققة، لكن موضوعة الحكومة تعني النسب والاستحقاقات الانتخابية والتمثيل الجماهيري، واللي يخسر بالجولتين الأولى والثانية ممكن يعوض ما فات بالحكومة. هواية وزارات وشوية الكتل وقضية الترضية مو جديدة على واقعنا العراقي. أصلا أكو مواقع خلقت لترضية بقية الكتل السياسية من هيئات وسفارات ومكاتب خارجية، وعلى قولتهم جيب ليلة وخذ عتابة. ما دمنا نتحدث عن المواقع المستحدثة، يمكن نشير اليوم إلى قرار مجلس الوزراء بشطر وزارة البيئة عن الصحة. مضمون الكتاب يقول نرجع مثل قبل، بيئة واحد أو صحة واحد. واحتمال أيضا نشهد انشطار آخر بين البلديات والأسكان أو العلوم والتعليم. فالكل يعرف أن مجلس الوزراء مجلس فيه تمثيل سياسي، وهذا التمثيل لابد أن يحفظ. مبررات الانشطار هي نفسها مبررات الاندماج، ممكن يقنعونه بالمصلحة العامة وضمان تقديم الخدمات للمواطن، ومنها الحكي اللي ما عاد جديد على مسامعنا. لكن السؤال المهم هنا، هل من صلاحية حكومة تصريف الأعمال أن تجر القلم بهذا المستوى؟ لأن الدمج جاء من مجلس النواب، فكيف ينشطر من حكومة لتصريف الأعمال؟ نرجع للواقع السياسي. البارحة السيد المالكي باعتباره عقدة التيار مع الإطار خرج بتصريح أن الإطار متماسك وأنه لن يمضي مشتتا باتجاه الحكومة، وقال بصورة مباشرة لو كنا نطلع من الحكومة ونقعد بمجلس النواب. طبعا المالكي ما حكى على شيء اسمه مقاطعة، ويبدو أن هناك قناعة بعدم الذهاب إلى المقاطعة. الوضع ما يتحمل والطايح رايح، لكن الإطار لن يمضي إلا بشروطه وكرامته. في أربيل الوضع ليس أفضل حالا، ما زال الكرد منقسمون على من يمثلهم في رئاسة الجمهورية. البارتي يطرح هوشيار زيباري مين من ممر الصدر والحلبوسي لأن ماكو طريق ثاني، والاتحاد ما زال متمسك بالدكتور برهم صالح، والثاني قد يكون الأوفر حظا. ليش؟ لأن ما عنده مشكلة إلا مع غرمائه في الإقليم. أما الإطار فيمكن أن يقبل ببرهم في هذه الفترة، خاصة إذا كان المالكي نائبا له. هذا هو المعلن في حلقة هذا اليوم، أما غير المعلن فهو. غير المعلن في حلقة هذا اليوم، الصدر يبلغ الإطار عن طريق طرف ثالث بأنه ممكن أن يقبل بالإطار مجتمعا دون تشتت أو خطوط حمراء.
لكن بهاي الحالة إمكانية أن يقبل الإطار أو يرفض رئيس الوزراء صارت ورقة محترقة. إذا إجا الإطار مجتمعاً فله أن يقبل بمرشح الصدر دون اعتراض، والحظوظ بهاي الحالة رايحة إلى ولاية ثانية للسيد الكاظمي، ويبدو ولاية ثانية للرئاسات الثلاث شلع قلع مثل ما يقولون. غير معلن أيضاً في يوم القضاء العراقي السيد فائق زيدان يؤكد على استقلالية القضاء في التعاطي مع الشأن السياسي، ويمكن المحكمة الاتحادية تؤجل البت بموضوع الجلسة الأولى وشرعية هيئة الرئاسة لفسح المجال أمام توافق سياسي أكثر. السنة والكرد يبدو أنهم أقل دفاعا مما مضى. هناك رسائل وصلت للصدر تقول سيدنا احنا ممكن نمشي وياك بانتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، لكن نشكل حكومة من دون الإطار فالشغلة صعبة يا سيدنا، أو جلدنا ما يتحمل. هذا هو غير المعلن في هذا اليوم، نشوفكم بعد الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج غير معلن. ضيوف حلقة هذا اليوم كل من السيد الدكتور عدنان السراج عضو ائتلافي دولة القانون، وكذلك السيد صلاح الدين الدليمي القيادي في تقدم. رحب بضيفي الكريمين، وخلي أبدو ياك دكتور عدنان. دكتور، أكثر شيء يخوف عندنا كإعلاميين أو حتى المراقبين من يصير حالة صمت بالمشهد السياسي وهنالك أزمات يعني تحت التراب مدفونة ممكن تنفجر بأي لحظة. هذا الصمت يخلينا نروح الاحتمالية، لو الوضع واصل إلى مرحلة الجمود وعقدة لا تقبل الحل، لو لا والله أكو شيء مخفي ممكن قد يظهر في أي ساعة ويصير الفراجة. من وجهة نظرك هذا الهدوء صار يومين ثلاثة بالمشهد السياسي، شنو تفسيره؟ تفضل دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ عياد ولضيفك العزيز ومشاهديك الكرام. في الحقيقة أنا لست عضو دولة القانون، أنا مقرب إلى دولة القانون وأيضا رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. شباب غيرونا السيجي مال الهوية مال السيد عدنان. خلينا نتكلم بشكل عام. اليوم عندما نتكلم عن الصمت، هذا الصمت هو اتفاق تم بين الإطار والتيار، خصوصا بعد لقاء السيد العامري بالسيد الصدر، اتفقوا على أن تكون التفاهمات بعيدة عن الإعلانات وبعيدة عن الإعلام، وهذا يعني بأن التفاهمات تسير بشكل صحيح وبأن هناك نوعية من الاتفاقات يمكن أن تجري بين الإطار والتيار على المستقبل. نحن نتكلم عن مسألة ذات أهمية هي تتعلق بالكتلة الشيعية، القوى الشيعية يجب أن تكون قوى كما يراها الإطار، قوى متماسكة وقوية وذات موقف واحد وذات رؤية واحدة، من أجل أن يعني تستعد إلى مسألة تسمى بالتفاهمات لإعلان التكتل الأكبر أو الائتلاف الأكبر مع التيار الصدري. لحد هذه الدقيقة أنا أقول لك بكل صراحة، الأمور ليس غير معلنة، الأمور أغلبها معلنة، والآن النقاشات والتفاهمات تجري على أساس المشاركة الكلية للإطار مع التيار. الإطار رفض رفضا قاطعا أن يشارك جزء من الإطار في تشكيل حكومة مع السيد الصدر، ويرى بأن الإجماع في الائتلاف الشيعي سيكون قوة لرئيس الوزراء المقبل، مع الاهتمام بقضايا تتعلق بمنهاج الحكومة والدولة العراقية. إضافة لذلك التفاهمات وصلت إلى طريق، إذا تسمح لي دكتور خلي أسمي هذا الاتفاق اتفاق بالحروف الأولى،
الرهان على إمكانية أن يصمد هذا الاتفاق على الأقل ما بين الإطار وقوى الإطار، إيش قد ممكن يكون الرهان عليه سليم؟ يعني إلى حد هذه الدقيقة اليوم نتكلم عن يعني تفاهمات أو نتكلم عن الإطار بشكل عام من خلال تغريدة السيد المالكي الآن قبل حوالي أقل من دقائق، أيضا تغريدة للشيخ الخزعلي وأيضا التصريحات الأخرى لأطراف الإطار تشير إلى تماسك الإطار وانتقال إلى مرحلة التفاهمات المتقدمة مع الكرد ومع السنة من أجل الوصول إلى مشتركات لتمرير العملية السياسية وعدم حصول انسداد سياسي. أنا في تقديري اليوم نحن أمام تفاؤل أكثر ما هو تشاؤم، يعني لدينا نقطة انطلاق نحو التفاهمات خصوصا مع قرب الاستحقاقات الزمنية. نحن دكتور نتكلم عن حتى انتقل للسيد الدليمي، الطيني معطى، أقدر أقول أنه هاي المعطيات هي دلالة على أنه هنالك انفراج وحلحلة بالأزمة، وممكن أن نشهد جلسة جديدة لمجلس النواب تختلف عن اللي مضت. أعطيني معطيات. نعم أكيد أهم معطى هي مسألة الموقف الكردي، نحن نتكلم عن الموقف الكردي خصوصا بعد أن يعني أصر الاتحاد على موقفه من السيد برهم صالح، وأيضا مسألة عدم وجود توحد كردي في مسار تعلق بالكتلة الأكبر داخل مجلس النواب. الآن نتكلم عن إصرار الجانب الديمقراطي على السيد هوشار زيباري، وهنا إصراره على برهم صالح، ما يعني أن هناك تكتلات جديدة، قوى جديدة تلعب دورها. قيل بأن الاتحاد يمكن أن يفاتح جيل جديد، قيل يمكن أن يمتد إلى امتداد، قيل أن يكون هناك مستقلون. فالاتحاد يتكلم بثقة بالنفس على أنه قادر على أن يطرح السيد برهم صالح. هذه المعادلة إن نزلت في الجلسة القادمة بالتأكيد سمادري خلي أرجع لك بهاي النقطة سلامة من ذي قبل. إذا تسمح لي دكتور راح أرجع لك بهاي النقطة، يعني قضية مرة أمنيات ومرة هي أرقام. إذا الاتحاد قادر ويا الإطار يروح يجيبون رئيس جمهورية، فال228 اللي بذاك الصوب شلون نتعامل وياها؟ هسا هذه اسمح أرجع لك بها، خلي أروح للسيد الدليمي. سيد صلاح أرحب بحضرتك من جديد وأسأل، يعني ممكن معادلة رئيس الجمهورية تمضي، ممكن معادلة رئيس البرلمان تمضي، لأن هاي استحقاقات معروفة، هذا استحقاق للسنة هذا استحقاق للكل، لكن السؤال ممكن الآن الثلاث التحالفات تقدم وعزم مجتمع مع الديمقراطي مع السيد الصدر يرحون يشكلون حكومة؟ ضريبة هذا التشكيل أن يكون جزء كبير من الشيعة محرومين من تمثيلهم، من يتحمل مسؤوليته؟ شنو ممكن تكون تبعاته؟ تنجح هاي المعادلة أو ما تنجح؟ أسمع منك سيد الدليمي تفضل. تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين قناتكم الكريمة. حياكم الله أستاذ إياد. هذه حياك الله. هذه المعادلة أنه إذا ما اتفق التيار مع الإطار، وإحنا دا نسمع أنه بوادر خير للاتفاق سواء كان مجتمعا أو جزءا، ونتمنى يكون مجتمعين، وتحدثنا في هذا في أكثر من مناسبة. لكن إذا ما مضى، وأنت تكلمت وتحدثت قبل لحظات، هي 228 نائب، يعني أكبر تمثيل للشيعة موجود فيها، يعني العدد السنة تقريبا 65-66 موجودين بهذا التحالف، موجود 15 عندنا مقعد مع الإطار تقريبا، أو في قريبين مع الإطار جدا بالتحالف يعني. نعم. والاتحاد الكردستاني موجود، ف228 نائب هي ما يقارب من عندها 140 إلى 135 مقعد، إذا نتكلم يعني بهذه المسميات أنه هم من الشارع الشيعي. لكن ما نتمنى وما نطمح إلى ومتفائلين به أنه أكون انحلال للمسألة هذه، وأكون فراج قريب ما بين الإطار وما بين التيار لتسمية الكتلة الأكبر، ويمضي المشروع كما هو وبالأغلبية الوطنية، وراح تكون قريبة للتوافقية حقيقة. يعني احنا نتمنى الأغلبية تستمر، لكن راح تكون قريبة للتوافقية، يعني راح يستمر هذا الموضوع. اما تقصد قريبة؟ لا بس إذا تسمح لي سيد صلاح، يعني جنابك تتحدث على أنه أكو معطيات كأنه في أن الحكومة رايحة على التوافقية، الأغلبية اللي يشير لها سيد مقتدى هي أغلبية الكتلة الصدرية مع الديمقراطي مع تقدم
وعزم. اذا تروح توافقيه يعني شلون راح تكون هاي التركيبه الجديده؟ لا مو هي استاذ، احنا الاغلبيه هم ما تسمى مسمى الاغلبيه، يعني من اكو اغلبيه اكو معارضه. فهنا انا اتوقع اليوم ولا كتله سياسيه ترغب بالذهاب للمعارضه. زين. ولطبيعه النظام السياسي بالعراق بعد 2003 لا توجد معارضه. يعني ما حد يروح للمعارضه الا قله نادره يعني. نعم. يمكن بس التيار الحكمة أعلن المعارضة على ما أعتقد. نعم. وبعض المستقلين من امتداد أو مستقلين يعني أعلنوا المعارضة، لكن البقية ككتل على المعارضة في وقت سابق في حكومة عبد المهدي التيار الحكمة في هاي الحكومة أعلن عدم المشاركة. يختلف. نعم. المعارضة. نعم. نعم. عدم المشاركة. طيب. عدم المشاركة، لكن هم أغلب الكتل تريد تروح تشارك، وإحنا أعلننا عنها حتى تكون موجودة بالعملية السياسية وموجودة في الحكومة المقبلة. فما حد راح، ما حد يرغب يروح المعارضة. فمن ما أكو رغبة للمعارضة، إذا أكو رغبة للمشاركة يعني ممكن للمشاركة، فراح يروحون للمشاركة. ممكن تتحقق معادلة جديدة اللي سميتها أنت الفراجة وأشار إلها الدكتور السراج، بمعنى أن يكون الإطار موجودا في معادلة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس أكيد الحكومة. أكيد. نعم. هذا اللي يشير حضرتك إلى ورئيس نعم هذا اللي يشير إلى. طيب خلينا أعود للسيد السراج. سيد السراج، يعني هي إما أن يكون تفاهم، وهذا الأمر ممكن أنت أشرت له في طيات حديثك مع الكتلة الصدرية، وإذا من التفاهم ما أدري، هنالك كأنه دستور في هذا التفاهم، إما أن يكون المالكي خارج معادلة الإطار تمضي المعادلة، أو يكون المالكي موجود فلا إمكانية للالتقاء. أكو شيء صار بهذا الجانب؟ أكو تغيير صار؟ أستاذ أياد من ناحية المعلومات خليني أقول لك بكل صريح، يعني آخر لقاء للسيد العامري مع السيد الصدر، وأيضا السيد عامري مع السيد مسعود البرزاني، نتكلم عن لقاء بالسيد الصدر، يعني السيد الصدر سأل سؤال هل ستأتون دون المالكي، فكان الجواب لا يمكن أن نأتي إلا مجتمعين. وبالتالي حسب ما نقل الشيخ الخزعلي اليوم في لقائنا، قال عندما التقينا بالسيد الصدر أيضا طرح هذا السؤال، وأجبناه بأنه لا يمكن إلا أن نلتقي إلا أن نجتمع أو يأتي الإطار بأجمعه. وبالتالي السيد الصدر الآن لديه كل القناعة الكاملة بأن الإطار لا يمكن تجزئته، أي بمعنى هو يعتقد جازما بأن الإطار إذا تفاهم معه فيجب أن يأتي بكل أعضائه بهذا الشكل. شو راح يتعاطى يا هالحالة؟ الأمر واضح جدا. اليوم احنا عندنا عندما نتكلم عن تشكيل حكومة، نتكلم عن ضمانات معينة، نتكلم عن علاقات معينة، بالتأكيد رئيس الوزراء سيكون متفق عليه، لأنه هي قوى شيعية تحدد رئيس الوزراء، فيتفق على رئيس الوزراء ويتفق على المنهاج ويتفق على البرنامج، وبالتالي يدعم بعضه البعض الآخر. بالمناسبة اليوم عندما تريد أن تشكل حكومة، الهدف أن تقدم هذه الحكومة، أن تنجح هذه الحكومة، أن تحقق يعني ما يصبو إليه الشعب. لا، فهي حتى تنجح هذه الحكومة أمام خيارين يعني يبدو سيد السراج، لو الإطار يقبل بالتنازل. نعم. عن السيد المالكي، لو السيد الصدر يقبل بالتنازل عن حكومة الأغلبية، أكو غير هاي المخرج؟ أكو غير هالمخرج، لأنه السيد أكو مخرج آخر، هو أنه هل فعلا الصدر سيستطيع أمام الانفجار الواقع الكردي، هل فعلا سيبقى التحالف؟ يعني بالمناسبة الكرد لن يوقعوا على اتفاق مع السيد. نعم هناك كلام، لكن يقال بأن الحلبوسي قد وقع يعني ورقة معينة، ولكن واقع الحال الكرد لن يوقعوا على اتفاق مع هذا الحلف الثلاثي، إنما كان اتفاق كلام وحصل داخل مجلس النواب وانتقد من قبل الاتحاد من قبل هذا التصرف. لكن نقول اليوم السيد الصدر هل فعلا سيستطيع من المحافظة على الحلف الثلاثي بقوته؟ هنا أنا محل إشكال واضح جدا. جي. لازم علينا أن نتكلم عن المرحلة القادمة، مرحلة رئيس الوزراء وما تفجره من خلافات. أقول لك بكل صراحة، لماذا يصر؟ إذا تسألني هل يستطيع الاتحاد أن يتحالف أو يكون، أقول لك بكل صراحة ليس من العقل السليم أن يصر السيد بافل على، يعني يوم أمس كان لقاء بالسيد مسعود وفشل اللقاء. لا. يصر على أنه، واليوم اجتمع الاتحاد وقرر أنه مرشحه الوحيد برهم صالح، هذا شيء يدل على أن هناك قراءة، يدل على أن هناك اتفاقات
بين الاتحاد بين قوى اخرى بحيث مثل ما تفضلت يحسمها بالاعداد حتى يستطيع ان يطرح مرشحه، والا هو خو مو يجازف ويرشحه ومقابله يكون هو الاقوى ويرشح يعني حسام زباري ويفوز داخل مجلس النواب. انا ما متاكد من عندها لكن كلامك كانه يجعل المعلومه صحيحه. اكو نيه فعلا انه الاتحاد يتحالف مع الجيل الجديد، الجيل الجديد اللي مع امتداد ويصبح كقوة قوامها تقريبا 34، هذا اللي يشير إلى حضرتك؟ نعم 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 اكو هكذا، اكو حديث يعني اكو حديث بهذا الشكل، يعني الاتحاد يراهن على التحالف مع الجيل الجديد، والكردستاني ايضا يتخوف من انه الجيل الجديد لو التزم او اصبح يعني حليف للاطار او حليف لقوى اخرى ممكن في الدورات القادمه يكون اكبر واكبر، وبالتالي تصبح قوه جديده داخل المشهد السياسي الكردي. لذلك انا اتصور الاتحاد لا يتصرف بشكل يعني خلينا نقول بعيد عن الواقع، بعيد طيب. عن الغراماتيه المعهوده عند الاكراد. هناك حديث فعلي انه فعلا يمكن طيب. ان يتحالف مع الجيل ومع امتداد ليشكل 34 عدد، وهذا يعتبر عدد جيد قياسا الى جيد. يعني الديمقراطي الكردستاني. خليني اروح للسيد صلاح الدين. سيد صلاح الدين يعني مثل ما يبدو التقاطعات واضحه في المشهد السياسي الشيعي والكردي، قد يكون هي اقل لكن ينتظرها جوله وماراثون قادم في المشهد السني على الاقل في موضوعة الاستحقاقات الوزاريه. حتى اليوم يبدو ان هناك تغير في موضوعة انشطار الصحه عن البيئه. هناك من يعتقد أن البيئة هي حصة كانت على مدار السنوات الماضية للسنة، هذه المرة راح يصير أكو تفاوت في موضوعة الوزارات، بمعنى أكو خلاف مؤجل في داخل البيت السني. شقد دقة هاي المعلومات؟ لا ما بالعكس، يعني هاي معلومات غير دقيقة. لحد الآن أي خلاف على موضوع الوزارات لا يوجد. احنا هسه كل يعني حتى التركيز استاذ اياد كل التركيز على المضي بتشكيل الحكومه، بتشكيل والتصويت على رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء، وما بعد ذلك يعني ما في خلاف. احنا الحصه هي اللي تجي للسنه، يعني هذا العرف اللي درج يعني، واحنا نتكلم بالاغلبيه وهسه نتكلم بالحصص، احنا نناقض نفسنا بنفسنا. زين فالموضوع الوزارات يعني احنا يعني هسه شبه الاتفاق يعني التحالف صار يعني لاول مره حقيقه يعني، ويمكن لاحظ كل الشارع انه البيت السني متفق وماكو صراع يعني لاول مره، وماكو صراع على المناصب والوزارات بشكل قوي. متفقين الان لانه بعدكم ما بحثين بالتفاصيل. ودعتك استاذ صلاح اذا دخلت بالتفاصيل اخذها من عندي ونتراهن، وهذه الحلقه نطلعها بعدين. يبدا الخلاف يصير ما ممكن استاذ يعني. هذه حصص الما يحصل يخرب. هسه ما يخالف استاذ اياد، هسه ادعينا بالخير. يا الله بالخير. ليش تتفائل؟ زين تفائل بالزين. تعال تعال خلي يعني عذرا انه خلي نخمن انا وياك او نتكهن هاي الوزارات اللي هي قد تكون 6 إلى 7 وزارات بعد هذا الانشطار اللي صار للبيت السني. تقدر تقسم لي اياهن؟ ايش قد حصه تقدم؟ ايش قد حصه عزم؟ مع لحاظ انه تقدم لها حصه كبيره بالرئاسات الثلاث، شلون تتقسم؟ انا اقبل بقسمتك. ما يعني ما لحد الان ما اقدر اعطيك اي قسمه حقيقه يعني. يعني ما راح اقدر اعطيك اي قسمه حقيقيه واقعيه. يعني راح نجي نخمن انا وياكم، راح نضيع وقت البرنامج في موضوع هو ما راح نستفاد من عنده في معلومه حقيقيه. اها. يعني ممكن يكون 3 بـ3 يعني، ممكن يكون 2 بـ4 يعني، ما عندنا خلاف بالموضوع. اي. هسه احنا نتمنى انه لا يكون خلاف يعني بهالشكل هذا، لكن هي طبيعه العمل السياسي. اكيد اكيد والله الكل نتمنى. تستطيع ان تتكهن بعض الاحيان بالاشياء اللي ممكن تحصل مستقبلا، هذه طبيعه العمل السياسي. على العموم ارجع صح لك صحيح صح. ارجع لك سيد الدليمي، خليني اذهب مره اخرى للدكتور عدنان. دكتور عدنان، ايش قد ممكن ان يكون للواقع الامني ارتباط بالواقع السياسي او يلقي ظلاله على الواقع السياسي وتفاهمات المرحله اللي احنا بيها؟ تدري انت هنالك البعض يسميه تهويل بالوضع الامني، وهناك من يسميه استقراء حقيقي وتهديد حقيقي للوضع الامني. هذا كله بالنتيجه ايش قد ممكن ياثر على قضيه التفاهمات السياسيه؟
بالتأكيد يعني الواقع الأبدي يلقي بظلاله بشكل كامل على الواقع السياسي. الواقع السياسي أيضا في حالة يكون غير مستقر وهش، بالتأكيد القوى الإرهابية والقوى المعادية للعراق تستغله وتحاول أن تصعد من هجماتها بغية يعني زيادة الشرخ بين القوى السياسية، وأيضا يعني جعل الفجوة بين الرأي العام وبين القادة السياسيين أو الواقع السياسي العراقي. هذا موجود، لكن أقول لك بكل صراحة الواقع السياسي العراقي منذ يعني استقالة عادل عبد المهدي أو حتى بعد مجيء عادل عبد المهدي وصولا إلى الاضطرابات اللي حدثت والتظاهرات واستقالة عادل عبد المهدي السيد عادل عبد المهدي وأيضا مجيء السيد الكاظمي، الواقع السياسي لن يستقر إطلاقا، لن يكون مستقرا في أي صورة من الصور. خلافات مستمرة وطبيعة مستمرة، وتعاظمت الخلافات في الانتخابات المبكرة ونتائجها، وأيضا في مسألة تتعلق بمجلس النواب ودورة مجلس النواب وما شابه من مشاكل. فإذا الواقع السياسي أصلا هو مضطرب. ولكن النقطة المهمة أستاذ أيال، أنا لا أقول أن الجيش العراقي والقدرات الأمنية العراقية غير قادرة على لجم هؤلاء، على العكس هم لا يستطيع داعش أن يحقق مثل ما حققه في 2014، هذا أمر مؤكد. لكن هناك تنامي للعمليات، هذا التنامي يجب على القيادة الأمنية أن تعطي مبررات حقيقية عن هذا التنامي، أن لا تقول فقط أنه مضخم ومبالغة. لدينا داعش شهيد، لدينا قبلها من الكرد أيضا كانت مهاجمة لمواقع كردية لبشورقة، عندنا أيضا مواقع الحج الشعبي، أيضا قنص حصل قبل سنة بال يعني الناظور الحراري أو بال يعني القنص الحراري غيرها. إذا فنحن وسمعنا الذئاب المنفردة وغيرها. أقول اليوم في الطارمية هناك تحركات في جنوب بغداد، في ديالة، في بابل، في جبل حملين، على ما كركوك، صلاح الدين، هذا أكو تنامي. أكو أيضا عمليات استباقية للقوات الأمنية، إلقاء القبض، مضافات غيرها، نسمع يوميا إلقاء القبض على إرهابيين. إذا بمعنى أكو تنامي لهؤلاء، ولكن ليس بالمستوى اللي يحدث قلق عند المواطن. أقول هذا التنامي يجب أن يعطى له تصور، القيادة الأمنية يجب أن تعطي تصورات عن هذا الذي يحصل، لا تترك الأمور أمام التحليلات ورسم الخطط والتكتيكات. علينا أن نفهم ماذا يجري وما هي خطط الدولة أو الخطط الوسائل الأمنية لوقف حد مثل هكذا نشاطات. سيد صلاح الدين، يعني تختلف لو تتفق وياي، إذا مضت حكومة الأغلبية الوطنية التي يطالب بها السيد مقتدى، ستعتبر أبوية هذه الحكومة؟ إذا كنت تسمعني سيد صلاح، يبدو أن الاتصال أو الإشارة انقطع مع السيد صلاح الدين. يرجع لنا صلاح الدين إن شاء الله. سيد زليمي خلي أبقى وياك. سيد السراج، يعني حكومة بهذا الشكل إذا مضت مع كل هذه التقاطعات في تشكيلها، شقد ممكن نشهد يعني مآزق إذا صحت العبارة أو منزلقات ممكن تعترض هذه الحكومة؟ في تقديري يعني أي حكومة يعني تكون يعني بدون غطاء سياسي خصوصا من القوى المكلفة بتشكيلها، احنا نخلي نكون واقعيين. الآن نحن أمام أمر واقع، الأمر الواقع يقول بأن رئيس الوزراء يجب أن يأتي من القوى الشيعية، من التحالف الشيعي، وبالتالي إذا كان التحالف الشيعي منقوصا وبشكل يعني منفرد من التيار دون الإطار أو باقي القوى السياسية الشيعية، بالتأكيد الحكومة ستكون بدون غطاء سياسي، حتى لو كان الكرد وحتى لو كان السنة متحالفين مع التيار الصدري، لا يشكل قوة حقيقية لرئيس الوزراء. وهذا ما حصل مع السيد عادل عبد المهدي عندما انسحب فتح أو انسحب التيار من السيد عادل عبد المهدي، سقط السيد عادل عبد المهدي. عندما انسحبت أيضا القوى الشيعية فتح من السيد الكاظمي لن يتوفق في إدائه وعمله وأصبح يتلكأ في الكثير من قراراته. فإذا نحن أمام تصور حقيقي، إن لن يكون هناك ائتلافا شيعيا قويا يتناغم مع الائتلافات السنية والكردية، أعتقد الحكومة العراقية سوف لا يكتب لها النجاح إطلاقا. بكل صراحة لا يمكن أن تنجح هذه الحكومة، سواء كانت الإطار يذهب إلى المعارضة أو المقاطعة أو أمر آخر. أقول بشكل عام
علينا أن نفهم بأن تشكيل أي حكومة لا يعني مسألة تقسيم المغانم، إنما يعني دفع هذه الحكومة للنجاح، يعني أن نقف خلف هذه الحكومة من أجل إنجاحها. كيف؟ بالتحالفات، بالتفاهمات، بالائتلافات. هذا شو نصير هاي التفاهمات؟ أما أن أنفرد عدنان. وأنا أقول لك يا أستاذ آيات، نقطة مهمة خلينا نتفق بها أنا وياك اليوم. ليس من الضرورة لو سمح يعني إذا ذهب التيار الصدري لتشكيل حكومة، يعني خلص إذا 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 الوضع القانوني والكذا يمضي مع التيار الصدري، فعلينا أن يعني نقول ننتظر نجاح هذه الحكومة، يعني نحن نفرح عندما تنجح حكومة سواء كان التيار أو غير التيار. لكن أقول لك بكل صراحة، اليوم إذا يريد التيار أن يعمل، هل تتوقع يستطيع أن يتناغم مع الأماني أو الشروط الكردية؟ هل يستطيع أن يتناغم مع الأماني أو الشروط السنية؟ هناك حالة ستأتي إلى نتيجة. لا يستطيع ذلك أبدا. يستطيع ليس سهلا. الدليل أنه استطاع وقدر يسوي جلسة من بعد ما هم يقولون، سمعني أقول على أنه الإطار حاول يفشل الجلسة، قدر سيد الصدر أن ينسجم ويلتقي مع السنة والكرد ويذهبون إلى استحقاقات الجلسة الأولى. سادة ياد أنا ما أقول أنه الجلسة، كل الجلسات في كل دوراتنا الخمسة هاي السادسة، كل جلساتنا سرعان ما تنهار الائتلافات، سرعان ما تنهار التحالفات. هاي واضحة، هاي ما أقصد أنه يتحالفون من أجل تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس. نعم هذه يدبروها، لكن عندما تريد أن تشكل حكومة وتريد أن تعمل هذه الحكومة أمام تحديات كبيرة سيد العزيز، بالتأكيد أمام تحديات كبيرة. لا يمكن أن تقبل بكل الشروط الكردية، ولا يمكن أن يقبل بكل الشروط السنية. هذا حيحصل، ما لابد أن يكون هناك حاجة إلى قوة شيعية ساندة، لابد، وإلا فيخسر جمهوره ويخسر الجمهور الشيعي في الكثير من الأمور التي يرفضها الشارع الشيعي مثلا. هذه أمور يعني واضحة ما يحتاج إلى أنه نناقش فيها أكثر من النازم. لذلك أنا أقول اليوم علينا أن نتدارك الأمور، وأي حكومة لن يكون فيها غطاء يعني سياسيا قويا متكاتفا متعاونا من أجل نجاح الحكومة واختيار رئيس وزراء كفو طيب. قادر فعلا على نشكل الحكومة. راح أراهن على صراحتك، الحكومة سوف لا يصمد. راح أراهن على صراحتك دكتور، هنالك من يتحدث وهذا ما ذكرناه في غير المعلن عن معلومات أن السيد الصدر قدم عرضا للإطار، لقوى الإطار التنسيقي عن طريق طرف ثالث، أنه اقبلوا بالسيد الكاظمي لولاية ثانية نعطيكم استحقاقاتكم من تشكيل الحكومة، الاستحقاق الشيعي إذا صحت العبارة، اللي هو المفروض يصير كل السيد مقتدى ممكن يتقاسم مع الإطار شرط أن يقبلوا بالسيد الكاظمي. تقدر تقول لي أنه الإطار ممكن يقبل بهاي المعادلة؟ لا أبدا، الإطار لا يريد ذلك. الإطار يريد أن يتفق على رئيس وزراء متفق عليه وذو شخصية قادرة فعلا على أن يحقق إنجازات في إدارة حكومته، هذا اللي الآن الحديث عنه. أما مسألة أنه استعراض الكاظمي مقابل شروط معينة، بالتأكيد الإطار يرفض رفضا قاطعا، ورفض هذه الشروط سواء كان عرضت بهذا الشكل أو بغير شكل. السيد الصدر عرض على التحالف مع كل الإطار ما عدا المالكي، أيضا عرض عليهم أن يعطيهم جزء من الحكومة وجزء من الوزارات، يعني عرض عروضات عديدة في يعني من أجل تشكيل حكومة وجلب أغلبية الإطار. بل قيل أنا هذه المعلومة سمعتها من يعني من نفس السيد المالكي، بل قيل بأن في داخل الاجتماع أيضا هو عرض أنه يتحالف مع المالكي في قبال أن يذهب الآخرون إلى المعارضة، أيضا طرح هذا المبدأ، مع أنه نسمع الكثير. أنا قلت لك يا ذيك الحلقة وأكدتها عندما التقينا يا دكتور. نعم. يا دكتور عدنان موجود. يعني دكتور عدنان أنت رجل سياسي وتفهم جيدا أن الحلول تحتاج إلى تنازلات، شنو التنازلات اللي يقدمها الإطار حتى يقبل السيد أن يذهب معاه إلى حل سيد مقتدى؟ هو ما يحتاج زين. انتوا تقولون اسمح لي يعني عذرا يعني لا للرئاسات الثلاثه او لا للسيد الكاظمي او لا لمخرجات الجلسه الاولى او لا للانتخابات ومخرجاتها، هو شنو يعني شو وقت يتنازل الاطار؟ شنو اللي يقدر يتنازل عنه الاطار حتى يتفق ويا سيد مقتدى؟ الرجل يقول لك انا فايز وتحت عباءتي اكو هنالك السنه والكرد وهم اقوى كتلتين سنيه وكرديه، فعم تعاملوا يا بواقعية. شنو الواقعية اللي يقدر يقدمها الإطار؟
سيدي العزيز، اليوم عندما نتكلم عن هذا الجانب انه قادر فعلا على ان يشكل حكومه بهذه الطريقه، الاطار يعلنها صراحه بانه اذا فعلا استطاع الصدر ان يشكل حكومه بهذه الطريقه فاصبح الجانب القانوني مع السيد الصدر. ماذا يفعل الاطار؟ اليوم نتكلم عن حكومه منقوصه لا تستطيع بالنجاح. نعم ممكن ذلك، انا اقول لك لا، الاطار لا يقول غير ممكن، هذا ممكن، ولكن هل فعلا ستنجح هذه الحكومه؟ هنا السؤال. وبالتالي هو حتى السيد الصدر لن يطرح، اقول لك بصراحه السيد الصدر لن يكون مرشحه الحقيقي هو السيد الكاظمي، هذا واضح جدا. منو مرشح؟ مرشحين اخرين. منو مرشح الحقيقي؟ انا لا اعرف، انا ما لن يعلن ذلك، ولكن طيب. طرحت اسماء، مثلا طرحت محمد توفيق علاوي، حتى ورد اسم السيد العبادي. انت ما مقتنع لا محمد توفيق ولا يعني مع كل الاحترام للسيد العبادي وتوفيق يعني علاوي، احكي لي بالصدر. حتى طرح شوف، طرح مثلا السيد حميد الغزي الذي يعني اعتذر عن هالامور على حسب معلومتي الدقيقه، انه طرح على السيد حميد الغزي ذلك، ايضا طرح على اسماء اخرى احد الاخوان من التيار الصدري، ايضا طرح هذا المعنى. لذلك انا اتصور اليوم نحن امام يعني ظاهره عرض اسماء وليس اختيار اسماء. اليوم عندما نتكلم عن هذه المعنى نقول الهدف الرئيسي للإطار ويا التيار أن يشكل تحالفا شيعيا قادر على دعم الحكومة، هذه النقطة اللي احنا يجب أن نناقشها. أما ينفرد أحدهما ممكن ينفرد الإطار إذا صار التيار ما يشترك، ترجح ممكن يعني يشكل تحالفات. ترجح المفاجأة في اسم رئيس الوزراء القادم؟ نعم 100%. نعم أرشح مبدأ المفاجأة، لأن أمام هذا الواقع الذي نعيشه المفاجأة ستبدأ ستنتهي يوم 9/2 ستظهر المفاجأة الرئيسية في اختيار رئيس الجمهورية. فإذا تم الاختيار ضمن المواصفات التي يمكن الاتفاق عليها 9/2 يعني الإطار يكاد يكون مسلم إلى قرار المحكمة الاتحادية اللي راح يصدر، وكأنه المحكمة نعم يحترم القرار. لا الاطار ما متوقع مفاجاه الاطار مرحله لا الاطار لا يتوقع مفاجاه. الاطار يقول القضاء يعني مستقل واثبت جدارته وهذا جانب، وايضا يتكلم عن مهنيه ويتكلم عن قانونيه القرارات وعدم ضغوطات عليه، وهذا امر يعترف به الاطار. وايضا في نفس الوقت الاطار وكل القوى السياسيه اعترفت ب يعني اجراءات المحكمه الاتحاديه، وهذا شيء جيد ايضا. يعني اليوم حتى لو قبل الاطار ولن يقبل، لكنه رضخ الى قرارات المحكمه الاتحاديه، ما اعتراض عليه ولكنه اعترف، هذا شيء جيد. لكن انا اتصور اليوم ما تقرره المحكمه الاتحاديه سيعترف به الاطار جمله وتفصيلا، ولكن الاطار يرى بانه هو يملك الاحقيه في الاعتراض، خصوصا الاعتراضات الاخيره اللي رفعها باسم خشان والسيد محمود الهاشمي، يرى بان المحكمه اذا اتخذت قرارا حقيقيا فهو يتفائل بان الادعاءات جيده وذات دعاوى او ذات حجه معتبره. يعني لو يعني صار الاطار بهذا الخيارين، من وجهه نظرك انت ممكن اي الخيارات يقبلها ما بين القبول بالسيد الكاظمي من اجل المشاركه، ممكن يقبل الإطار هذا العرض؟ ما أعتقد، لا أعتقد ذلك. لا تصور اليوم الإطار يرضى أو يقبل، أصلا هو الإطار طرح أنه لا للرئاسات الثلاث أصلا، يعني أقول بكل صراحة يا سيدي يعني ما هو الإطار الآن هو على الأقل عندنا معطيات اثنين، أول شيء السيد الحبوسي رجع، وعندك السيد برهم صالح هم يكاد يكون يملك الحظوظ أكثر من السيد زيباري، فإذا رجعوا دول الاثنين ايش بقى بس على الكاظمي؟ شوف اللعب هنا، خلينا نقول احنا مساله المعادله السياسيه حسب المعطيات الموجوده، يعني هل الاطار سيذهب قدما في مساله ترشيح الكاظم السيد برهم صالح، وكيف سيمكن ان يرشح برهم صالح؟ يعني هذه مساله تبقى على المعطيات القادمه. موقف الكرد خلال الايام القادمه اكو هناك احتمال يعني تفاهمات مع المسعود البرزاني مع الديمقراطي، ما هو موقفه من الكتله الاكبر، ما هي امكانيات، هذه معطيات جديده يمكن اللي انا اسميك اياها المفاجاه. خلي اغير السؤال يعني الاطار ما بين برهم وزيباري اين ممكن تكون اصواته؟ بالتاكيد اذا الواقع بقى بهذا الشكل والديمقراطي يعني عن تحالفه مع
الصدر ولن يحصل تحالف بين الصدر والتيار، فبالتالي الإطار سيذهب مع الاتحاد مع برهم صالح. زين، لأن هذا الاتحاد كان له موقف معك مع الإطار بالجلسة الأولى؟ بالتأكيد، ولا زال لحد هذه الدقيقة لا زال الإطار يرى بأن الاتحاد أكو معادلة يعني ما جاي نفهمها بصراحة. يعني موضوعة السيد مسعود بارزاني، الإطار يريد يحمل مسؤولية، والإطار يطلب من عنده أن يتأنى في موضوعة استحقاق رئاسة الوزراء، بالمقابل الإطار ما يريد يصوت على مرشح السيد بارزاني. شلون دا يتعامل الإطار ويا حلفائه ويا المقربين إلى من الكتل السياسية وكأنه يريد؟ هذا كلام، هذا كلام صحيح، لا هذا كلامك سليم ودقيق جدا، لكن الأمر يتعلق بشكل التالي: الإطار ينتظر الموقف الكردي النهائي الرسمي من قبل السيد مسعود بارزاني. هناك احتمال خلال الأيام القادمة متغيرات جديدة في الموقف الكردي من الكتل الأكبر. يعني ما تكلم به السيد العامري مع السيد مسعود البرزاني بأن الكرد يجب أن يسجلوا موقفا تاريخيا كما سجل السيد محسن الحكيم قدس سره في موقفه من منع اقتتال العرب أو قتل الأكراد أو قتال الأكراد. قال له بأن السيد مسعود أمام موقف تاريخي يسجل له بأنه يمنع أي خصومة شيعية، فعليه أن يتخذ موقفا تاريخيا مهما. إذا نحن أمام هذا الموقف التاريخي للسيد مسعود بارزاني بعدم ويعني انضمامه إلى جهة على حساب جهة أخرى، وهذا هو المطلوب من الاتحاد أيضا. فإذا أقول لك أن المفاجآت ستأتي من الجانب الكردي إن فعلا سيد مسعود بارزاني ضمن هذا الواقع، فبالتالي الأكراد يمكن أن يطرحوا البديل، لديهم بديل مثلا عبد اللطيف رشيد، لديهم آخرون. طيب، ممكن يتفقوا على شخص آخر. هذه المسألة مقرونة بالواقع الجديد اللي احنا ننتظره خلال اليومين أو ثلاثة أيام القادمة. الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، كنت معي ضيفا، شكرا لك. الاعتذار أيضا لضيفي اللي انقطع معاه الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية وهو السيد صلاح الدين الدليمي القيادي في تقدم، نعتذر له ونشكره على تلبية دعوة المشاركة في البرنامج. مشاهدينا الكرام، لكم الشكر والاحترام، في أمان الله.